وفى رجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت بواده وأهدى سيارة من نوع بوشكايا للاعب عبد المؤمن جابو الذي سجل هدفا في مرمى الحارس الألماني مانويل نوير، إذ وعد قبل اللقاء الذي جمع بين الجزائر وألمانيا في ثمن النهائي بإهداء سيارة بورش لكل من يسجل في مرمى المانشافت. وقد نظم والي العاصمة عبد القادر زوخ حفلا على شرف اللاعبين المتخرجين من النوادي الجزائرية على غرار حليش سليماني جابو وزماموش الذين حضروا مراسيم تسليم جابو سيارة من نوع بورش، كما تحصلهم أيضا على سيارات رباعية الدفع من نوع آخر بعد الأداء الذي قدموه في البرازيل. وعرف الحفل حضور عدة وجوه فنية على غرار حسيب عمروش الشاب توفيق فرقة الداي، إضافة إلى وجوه رياضية على غرار رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بالراف ورئيس اتحاد العاصمة ربو حداد.